مش بس في المغرب ومش بس رجال الأعمال أو سيدات الأعمال اللي بيعملوا خير، شباب مصري أيضا عمل حملة الشباب من خلال ما يسمى بدار بسمة للإيواء. دار بسمة للإيواء دي دار بسيطة موجودة في الزقازيق في محافظة الشرقية. الشباب شافوا، كلهم شباب صغير في سن الجامعة، شافوا إن الفقراء لو الأغنياء تبرعوا بقليل من الأكل الزائد عن حاجتهم هنقدر نعمل مبادرة اسمها تلاجة الخير وخد ما يكفيك. ودي كانت المبادرة بعنوان خذ ما يكفيك واترك لغيرك، مبادرة فريق بسمة أمل أو مبادرة فريق بسمة للإيواء. المبادرة عبارة عن تلاجات صغيرة عمرها أو تمنها لا يتعدى 400 أو 500 جنيه بيتم وضعها في الأماكن العامة وأمام المحلات وأمام الكافيهات وأمام المولات في الشوارع، ويتم وضع فيها الأغذية داخل هذه التلاجة حتى لا تفسد ويجي الفقير ياخد اللي هو عايزه. خلينا كده نشوف بعض من تعليقات المصريين على هذه المبادرة، واللي كتير بطبيعة الحال تمنى أو طالب بتعميم هذه المبادرة مش بس في الشرقية ولا في الزقازيق بل في ربوع مصر كلها. أمنية بتقول اعمل خير تلاقي خير، وصورة للتلاجة والشباب واقفين بيركبوها وبيحطوها في مكانها. تدوينا كمان أيضا من أبو ياسين، ياسين بيقول تحياتي لكم، لو كل محافظة عملت كده محدش هينام بدون عشاء. أيضا تدوينا كمان في نفس الموضوع من محمد ماهر بيقول بلدي وأفتخر، واضح طبعا إن هو شرقاوي أو من أبناء محافظة الشرقية، بلدي وأفتخر. وفعلا أنا شفت التلاجة دي في الشارع ومفتوحة للجميع، شكرا شباب مصر الأوفياء. تدوينا كمان تحت نفس الموضوع من عبد الله محمد الشرقاوي بيقول ربنا يجعلكم دائما بسمة على وجوه المحتاجين. ده كان نموذج مشرف، نموذج مضيء لشباب مصري اتحرك من نفسه دون قيد أو دون رقيب من غيره عشان يعمل مشروع أو مبادرة لإطعام الفقراء. تمنياتي لهم بالتوفيق، وأخشى ما أخشى إن الحكومة أو حكومة عبد الفتاح السيسي تتدخل كما يتدخلون كل مرة ويفسدوا هذا العمل. أتمنى في الآخر ما يتمش القبض على الشباب دولت بتهمة وهي فقط لمجرد إن هم بيتصدروا مواقع التواصل الاجتماعي أو بيتصدروا العمل الخيري. ممكن كمان تلاقيهم طالعين يقولوا إن هم إخوان. أتمنى لهم التوفيق وببعت لهم تحياتي، وببعت لهم كمان إن إحنا متضامنين معاهم وإن إحنا هننقل أو بننقل تجربتهم للعالم كله.